أهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون، وهذه الحلقة من برنامجكم سبحان الله الذي تقدمه لكم بوابة أخبار اليوم. سبحان الله سبحان الله. صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله سقيته عسلا فلم يبرد لم يشفى، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام يا اخي اسقيه عسلا، فسقاه عسلا. وبعد شويه رجع ومضى نفس النبي عليه الصلاه والسلام قال سقيته عسلا فلم يبرد، فماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم يا اخي صدق الله العظيم وكان وبطن اخيك اسقيه عسلا، فسقاه عسلا فجاءه الشفاء من الله سبحانه وتعالى. عايز اقول لحضراتكم ان الشافي هو الله، ولكن الطبيب هو سبب للشفاء. والناس جميله جدا، قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح تداووا عباد الله، فان الله عز وجل لم يخلق داء الا جعل له دواء. سيدنا ابراهيم عليه السلام قال رب العالمين من بر الدم غرض من قلم يا انا، قال يا رب من بر الشفاء قال مني انا، قال اذا كان الداء منك والدواء منك، اذا كان الداء منك والدواء منك فلماذا ذهب للطب زاد ليبعد البطون؟ فقال له الله سبحانه وتعالى روح الله اليك يا خليلي ان الطبيب رجل اجعل الشفاء على يدي، لكن الشافي في الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وتقبل منا الصيام والقيام في هذا الشهر الفضيل، انك على ما تشاء قدير. والى اللقاء مع بوابه اخبار اليوم، كل سنه وانتم طيبين.